رحلة جديدة مع المبدعين والمواهب الشابة احتضنتها جامعة القاهرة من أيام قليلة، استضافت حفل توزيع جوائز مسابقة إبداع في موسمها 12. مسابقة إبداع الحقيقة من المسابقات اللي بتقيمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس، وتقدم لنا أصوات شبابية في مجالات كتيرة جدا، في مجالات أدبية علمية وفنية، في المسرح، في الغنى، في الأفلام القصيرة. مسابقة استطاعت كل سنة أنها تقدم أصوات مبدعة مصرية جدا من كل الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية. في الحقيقة أن المسابقات والمهرجانات اللي زي الدوم وإبداع والصوت الذهبي وغيرها قدرت أنها تكشف لنا عن كم كبير جدا من المواهب الصاعدة. خلينا نحتفي بالفائزين بإبداع مع ضيوفنا وعد محمد الفائزة في القصة القصيرة، وأحمد حسن جائزة المراسل. منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم. صباح النور. احنا سعداء جدا بوجودكم معانا، والف الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. بس يعني اعذرني، ليديز فيرست، هبتدي مع وعد. طبعا وعد الف مبروك طبعا مره ثانيه. وانتي كنتي متقدمه في قلم القصه القصيره. بالظبط. عايزه بقى يعني في البدايه تعرفي الساده المشاهدين ازاي تقدمتي للمسابقه، وازاي قدرتي ان انتي كمان، يعني اكيد كان في مراحل كتير جدا واستعدادات كتير جدا. هو في البداية تم الإعلان عن المسابقة من خلال الكلية عندنا، من خلال رعاية الشباب بدأت أن أنا أسجل في المسابقة. بعدين جالنا خبر أن تم التصعيد 30 شخص، شخص واحد من كل جامعة، كنت أنا من المصعدين. بعد كده بدأنا نناقش القصة في اسكندرية من لجنة التحكيم، وبعدين بعديها تقريبا بشهر بدأ إعلان الفائزين، وكانت الحفلة قريبة جدا من كامل. طب من وعد بقى نروح لزميلي احمد حسن المراسل الهمام الفائز في يعني مسابقه المراسل الاذاعي والتلفزيوني ابداع واعلام القاهره. كلمنا عن رحلتك مع ابداع ومسابقه المراسل الاذاعي والتلفزيوني، انت من زمان دايما بتحاول انك انت يعني تطور من مهاراتك للالتحاق بمسابقه ابداع. بالظبط، هو زي ما حضرتك قلت استاذ محمد، من زمان هو الموضوع بدا معايا في المسابقه دي من السنه اللي فاتت. دي تاني مشاركه ليا السنه دي، ودي تاني مره على التوالي اخد مركز يعني الحمد لله. هو الموضوع بدا من ان انا عندي هدف عايز اوصل له، وزي ما حضرتك قلت في اعلام القاهره، فنفسي اكون مقدم برامج ان شاء الله. ان شاء الله. فالواحد دايما بيسعى يحاول يوصل لحاجه، يعمل حاجه، فبندور بنشوف ايه هنا ممكن نشارك فيه، ايه هنا بنشارك فيه. فمن ضمن المسابقات لما سالت ولقيت حد مشارك فيها قبل كده من عندنا في اعلام الابداع، مهرجان ابداع والمراسل التلفزيوني، فهو لون من الوان التقديم، فلازم نسعى ونشارك ونخوض التجربه ونتعلم مره ونتطور، نقع نقوم وهكذا. التقرير اللي شاركت بيه السنه دي كان عن ايه؟ التقرير السنه دي كان بيتكلم عن الاثاث المصري، وازاي بيربط ما بين المودرن، الاساس المودرن الجديد، والاثاث اللي هو التقليدي القديم بقى، الارابيسكو وفن الخشب والفن التراثي. يعني كانه تطور مراحل صناعه الاثاث، وازاي ان احنا يعني بنبني او بنبين الهويه بتاعت مصر برضو في الجديد، ان الناس بتمل من الشكل القديم، فاحنا ازاي هنا بقينا بنربط في السوق المصري ما بين الحداثه وما بين التراث والعادات والتقاليد. طيب احمد، يمكن الاعلام كمهنه الدراسه مختلفه تماما عن سوق العمل، او العمل بقى فعلا في الميدان، يعني بيبقى مختلف بشكل كبير جدا. فكرة ان انت تهيئ نفسك ان كان من حيث الادوات اللي بتمتلكها، او حتى نفسيا انك تقف قدام لجنة التحكيم وتقدر تقدم عمل او تقدر تقدم تقرير كمراسل، هي صعبة جدا وبتحتاج جرأة وبتحتاج ثقة وبتحتاج ادوات كتير جدا. فخليني اعرف منك انت ازاي هيأت نفسك ان انت تقف قدام لجنة التحكيم وانت عندك الادوات دي. حب الشيء يخلي اي انسان يعمل اي حاجة. طبيعي ان الانسان يكون متوتر، يعني اكيد ببقى متوتر انا قبل ما اطلع مسرح. استاذ محمد مستنيني فوق، مشكله. كان لجنه التحكيم، فدي مشكله كبيره. كان الدكتور محمد كان عامل معاك، استاذ محمد كان معايا، بس يعني طالع يا ترى هيقول لي ايه. فالفكره دي يعني لما كمان الانسان بيبقى عاوز حاجه، انا نفسي اخد مركز اول، انا نفسي اخدها، فبيبقى بيعمل كل ما يملك وبيسعى عشان حاجه. انا اشتغلت عشان اخد الجائزه، مش اشتغلت عشان تجربه. فبيفرق المجهود، بتبذل مجهود اكتر عشان الهدف اكبر. فبالتالي لما بطلع على المسرح ببقى خايف، طب يا ترى هيقول لي ايه؟ طب بعد المجهود ده كله لو طلع وحش، يا لهوي، طب هعمل ايه؟ فبيبقى في توتر، بس الواحد برضه لازم يكون عنده ثقه في نفسه. صحيح. لازم يكون مهيئ نفسه كويس، مستعد كويس، وعامل اعداد كويس، انا هقول ايه؟ هطلع اتكلم ازاي؟ هحضر ايه؟ طب لو قال لي ايه هرد ازاي؟
وطالما انا عامل الشيء بنفسي وانا اللي عامل الشغل بايدي فانا ابقى مستعد لاي سؤال في اطار العمل. لا وتستحقها كمان. الله يخليك يعني كنت واثق من نفسك كده. دي شهاده كبيره. شهاده كبيره طبعا اعتز بيها طبعا. نروح لوعد. وعد فرع القصه القصيره عن قصة بعنوان سمكة ذهبية في إناء زجاجي. اسم كمان جميل جدا كده ومدهش وبيفتح أبواب الخيال. يعني القصة القصيرة فن صعب جدا، دايما يقولوا يعني إن كتابة القصة القصيرة أصعب بكتير من كتابة عمل روائي طويل، إن إزاي تختزلي مشاعرك وأحاسيسك في كلمات قصيرة وبصورة مكثفة. ليه اخترت القصة القصيرة وكلمينا عن مشاركتك السنة دي في إبداع؟ اخترت القصة القصيرة لأن دي أكتر حاجة أنا بميل ليها أكتر من الرواية. زي ما حضرتك قلت هي بتتميز بالإيجاز أكتر من الإسهاب مقارنة بالرواية. ده أصعب بالظبط، وفي نفس الوقت هو تحدي، هو تشالنج جديد بالنسبة لي. فكرة إن أنا هقدر أعبر عن فكرة معينة في أقل من 500 كلمة. القصة كانت من 500 كلمة باي ذا واي. فإزاي أنا هقدر أحقق التشالنج ده وفي نفس الوقت أنا دي حاجة بحبها جدا. أنا بحب القصة القصيرة جدا وبحب قراءتها. ويعني من دي الحاجات اللي حاسة بتلمسني يعني. القصة كانت بعنوان سمكة زجاجية في إناء زجاجي، سمكة ذهبية في إناء زجاجي. القصة بتتكلم عن السعي للحلم والفكرة ما بين السمكة هي إسقاط لرغبة الإنسان في التحرر والحلم المستمر، والإناء الزجاجي بيمثل الواقع المحدود. فالقصة بتعكس الصراع ما بين الواقع المحدود ورغبة في الحلم، ولكن برضو القصة بترمز لفكرة أن المبالغة في الحلم قد تؤدي إلى الوهم. فإحنا لازم نكون مدركين لفكرة أن الحلم هنقدر نحلم لحد فين. أو مفيش حدود للحلم، ولكن في نفس الوقت لازم نكون عاملين خطة علشان نقدر نحقق الأحلام بتاعتنا، وما يكونش الموضوع مقتصر بس أن أنا فكرة بحلم وخلاص من غير ما بسعى أن أنا أحقق الحلم ده. وعد، من إمتى بدأتي تكتبي قصص قصيرة؟ ومين من الكتاب اللي بتفضليه او بتحبي تقريه؟ انا بكتب من زمان جدا، من وانا في ابتدائي مثلا، ولكن بدات اخد الموضوع سيريسلي من اعدادي. بدات اشارك في المسابقات في المدرسه. من الكتاب اللي بحبهم، ماليش كاتب محدد مفضل، ولكن بحب ادجار الان بو، بحب يوسف ادريس، قرات برضو نجيب محفوظ. في ناس كتير جدا بحبها. نروح لاحمد. احمد، فكره التقدم في المراسل الاذاعي والتلفزيوني دلوقتي، احنا بنتكلم على الصحفي او الاعلامي الشامل، انك انت مش بس تكتب تقرير، لا انت تصوره وتمنتج بايدك التقرير ده. الوان مان كرو. وان مان كرو. فكره العمل الشامل. ايوه. اتعلمت الحاجات دي ازاي، وازاي دي فادتك في شخصيتك كمراسل؟ هقول لحضرتك، هو اتعلمت ده ازاي. هو الموضوع بدا معايا لان انا شغوف بالمهنه جدا، فمن قبل ما اخش كليه اعلام وانا بدور وبشوف وبجرب، فكان عندي علم في شيء، علم في حاجه معينه، علم في حاجه معينه. ودايما انا مقتنع بان لازم في الاعلام تكون عارف حاجه صغيره في كل حاجه، وحاجات كبيره قوي في التخصص بقى بتاعك. جميل. فانا بعرف امنتج، بعرف اعد، بعرف اخرج، بعرف اصور. بس انا التقديم مركز فيه اكتر، ان انا اطور نفسي في الحته دي اكتر. لما اجي اشارك في تجربه زي المسابقه دي، يعني في ناس، حتى احنا كنا، حضراتكم كنتوا بتقولوا في اللجنه ساعتها ان الطالب يعمل حاجه بنفسه وان يكون هو وان مان كرو احسن من انه يروح لحد يصور له. صحيح. او يجيب طب. شركه ويبداوا يتكلموا في فلوس. لا، خد، طب هات، لا، احسن انا اخد التجربه. حتى لو انا ما خدتش مركز، ممكن اشارك ما اخدش مركز. صحيح. بس هكتسب ايه؟ هكتسب ان انا مهاراتي اتطورت، لان انا لما اجي اشارك ما انا هستعد. فبدل ما استعد في لون واحد، لا، انا هستعد هنا وهستعد هنا وهنا، فمستواي هيتطور هنا وهنا وهنا. وانا لما اشارك السنه اللي فاتت مثلا واجي اشارك سنه تانية، ودي الميزه اللي بتقدمها ابداع بقى، ان انت في خلال 4 سنين دراسه او 5 سنين دراسه ايا كان الكليه كام سنه، انت بتجرب مره واثنين وثلاثه، وكل مره بتتعلم اكتر وبتشارك بمستوى مختلف، فبتدور اكتر. فانا كنت حابب ان اخد التجربه دي بنفسي، لحد يساعدني في حاجه، لحد يشاركني في حاجه. وده بيخليني فخور بنفسي اكتر، ان انا خدت مركزين على الجمهوريه ورا بعض بكاميرا التليفون، كمان بتليفوني بس. صحيح، بتصور من الموبايل. بموبايلي بس. لا معدات ولا كاميرات. وبقال الامكانيات، بقال الامكانيات. طلعت صوره احترافيه جدا. الله يخليك استاذ محمد، دي شهاده ثانيه اعتز بيها. فدي هنا دي ده فعلا المكسب بقى. يعني ممكن اكون ما خدتش اول جمهوريه، ربنا ما وفقنيش الحمد لله، بس كسبت ان انا عملت حاجه بنفسي، يعني زي ما بيقولوا بفكري بامكانياتي. دي امكانياتي، حاجه بتعكس موهبتي في الوقت ده، عشان نبني عليها برضو ونطور نفسنا، نشوف ايه اللي ما خليناش ناخد اول، فنتطور اكتر ونتعلم اكتر. طب احمد، على فكره يعني المراسل دوره مهم جدا. صحيح. ودوره صعب طبعا. جدا جدا جدا. يمكن حتى على فكره اصعب من المذيع اللي بيكون موجود في الاستوديو. ليه اخترت مهنه المراسل؟ شايف
شفت ايه في نفسك بدايه اصلا من الادوات اللي لازم تكون موجوده في المراسل، خاصه انه يمكن الاوضاع حتى اللي حوالينا دلوقتي يعني شيء شفنا دور مهم جدا 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 للمراسلين حول العالم في مناطق وفي بؤر صراع صعبه جدا. هو الموضوع ليه سببين، السبب الاول قلته لحضرتك من شويه اللي هو يلوم من الوان التقديم، وانا شغوف بالحاجه دي ان انا اقف قدام الكاميرا واتكلم وبحب الكاميرا، انا بحب فعايز اتكلم، فاي حاجه لها علاقه بالتقديم كل الوان. الله يخليك استاذ محمد، دي ثالث شهاده برضه هتعزم. والله بجد الكاميرا تحبك. الله يخليك استاذ محمد، ده كلام كبير قوي والله. فده سبب رئيسي. السبب الثاني ان فكره نقل شيء، انك مثلا تاخدي تجربه وتنقلي شيء للمشاهد هو اول مره يشوفه، او المشاهد دي حاجه انت بتنقلي تجربه خاصه في حدث معين او بصنعه معينه او حاجه معينه، انت بتنقل الصوره للمشاهد، بتنقلي معلومه وصوره يعني. وبتنقليها باحساسك. يعني انا كل انسان ليه بصمه وليه رؤيه، فانا ليه ستايل خاص، فانا بنقله بطريقتي، فببقى مبسوط وانا شغال. وبرضه زي ما قلت لك ان هي لون من الوان التقديم، فبسعى في حاجه من الوان اللي نروح لوعد بقى وعالم القصه القصيره والكتابه الادبيه، لانه احنا محتاجين جدا، محتاجين كتاب جداد، محتاجين كتاب في القصه القصيره يتكلموا عن مناطق جديده المتلقي محتاجها او عشاق هذا الفن يعني القصه القصيره. فكلمينا ايه العوالم اللي انت حابه تكتبي عنها الفتره اللي جايه، وكمان المناقشات مهمه جدا ما بينك وما بين لجنه التحكيم، كان في اسامي كبيره جدا من النقاد كانوا موجودين في لجنه تحكيم القصه القصيره في مسابقه ابداع، فكلمينا على التجربه دي وايه اكتر المساحات اللي حابه وعد انها تكتب عنها الفتره اللي جايه. في الحقيقه عندي مجالات مختلفه ومواضيع مختلفه حابه اكتب عنها، مش مجال محدد، ولكن اكتر حاجه بميل ليها هو علم النفس. علم النفس بالظبط، بحب اكتب جدا عن علم النفس وبحب اقرا فيه. في عده يعني قصص بحاول احضرها في مجموعه قصصيه قريبه جدا ان شاء الله، لسه بدور على دور ناش. ولكن بتدرسي ايه؟ انا بدرس اركتكتشر. عماره. بالظبط. ودي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، علم النفس وازاي الانسان بيعبر عن نفسه ويكتشف نفسه، يشوف نفسه باوجه مختلفه، يشوف نفسه من خلال الناس ويشوف الناس من وجهه نظر مختلفه، مش بس من خلال عينيه بس. فدي من الحاجات اللي بحبها جدا في السايكولوجي. وده اكيد كان في متسابقين كتير جدا ومتقدمين كتير جدا، شايفه ان انت ليه فزتي؟ والعمل اللي تقدمتي بيه كان بيتوفر فيه ايه من معايير اللي كانت موضوعه من قبل لجنه التحكيم؟ ليه فزت؟ صعب قوي الاجابه عن السؤال ده. في معايير اكيد. بالظبط، في اكيد معايير موضوعه. ممكن المواضيع المختلفه، ممكن شروط ومعالم القصه القصيره المحققه في كل قصه، يعني كان في ناس كتير متقدمه ولكن مش تتوافق الشروط القصص بتاعتهم برغم ان المواضيع كانت مختلفه وجميله. فممكن ده من العوامل، المواضيع المختلفه. ممكن تكون في مواضيع جدا مكرره اكتر من سنه، ما فيش حاجه مختلفة، فده ممكن برضو حتى يمكن طريقة التناول او طريقة التخيل اللي كتبتي او كتبتي بيه ممكن القصة. البصمة وازاي انت هتقدر تعبر عن نفسك من خلال القصة بتاعتك، ازاي يبقى عندك اسلوب مختلف، ازاي تكون انت من غير ما تحاول تكون حد تاني، دي برضو من العوامل المختلفة. احمد، شاركت السنة اللي فاتت والسنة دي، عايزة تكلمنا على فكرة الحوار ما بين شباب الجامعات، لانه من المزايا المهمة جدا لابداع انه في مكان واحد بيتواجد شباب بيمثل كل الجامعات والمعاهد والاكاديميات في مصر، بتبقى حالة جميلة جدا، حالة حوار، بطلع على تجارب مختلفة، بشوف افكار مختلفة كمان من الشباب. كلمنا عن الحالة دي وازاي الحالة دي افادت احمد بشكل مباشر. استاذ محمد، انا قبل الهوا حتى كنت بتكلم مع بعض جوه ان من ميزة من مميزات ابداع هي التجربه والسفر اللي بنسافره ولجان التحكيم والعلاقات اللي بنعملها مع الناس اللي حوالينا، تعرف ثقافات مختلفه، ناس من مدن مختلفه، من الصعيد، من سينا، من الشمال. التجربه جميله جدا وبتستفاد ان كل شخص ربنا خلق فيه ميزه مختلفه طبعا عن الثاني، فلما احتك بده واحتك بده واحتك بده اكيد هستفاد حتى لو 1%. والصداقه اللي بتحصل كمان بيبقى في روح حلوه، روح صحيح. ايجابيه، الناس بتحب الخير لبعضها، بنقضي بصراحه يومين كويسين يعني. وزاره الشباب بتعمل لنا يومين في اسكندريه ما لهمش حل بصراحه. فالتجربه بجد يعني من احسن الحاجات اللي بيعملها المهرجان، التجربه بصراحه. مين مثلك الاعلى في مجال الاعلام بشكل عام؟ يعني مش لازم اقول لك حتى في مصر، بشكل عام. بشكل عام صعب اجاوب على السؤال ده قوي. ليه؟ لان انا يعني من الشخصيات اللي دايما بتحس يعني ايه اوصلها لك دلوقتي، بتحاول تركز في نفسها اكتر يعني، وبحاول دايما ان انا العب على فكره البيرسونال براند، ان هو تسويقيا ان انا اكون انا شخصيه، انا ليا هويه، انا فبلعب على ده. بنتعلم من غيرنا، بنتعلم من غيرنا وبنبص ونتفرج، بس دايما ايه يعني
مركز اكتر في نفسي ان انا اكتر حاجه بتميل ليها ايه يا احمد؟ يعني رياضه، سياسه؟ انت قلت انا عايز اشتغل قدام الكاميرا كمذيع، وقلت حاجه جميله جدا ان الاعلامي لازم يعرف يعني حاجه عن كل حاجه ويبقى متخصص كمان. بالظبط. فايه الاكتر مجال بيميل ليه احمد؟ طبعا الاعلامي يتكلم في اي حاجه وفي اي مجال، بس اكتر تخصص انا بحبه الرياضه. الرياضه الكوره بالنسبه لي حياه او موت. انا هخلص استوديو اروح اقعد على القهوه من دلوقتي عشان نهائي ابطال اوروبا. انا جاهز. هي الرياضه بالنسبه لي عشق من الطفوله بصراحه. انا كان ممكن مثلا يكون عندي امتحان واسيب الامتحان واروح العب كوره عادي او اتفرج على كوره. فان شاء الله نكون لنا نصيب فيها. نفسك ازاي بقى عشان تبقى مذيع رياضي كده محترف؟ اول حاجه طبعا لازم غير بقى يعني الفنيات وانك ازاي تقف قدام الكاميرا، المجال اللي تتخصص فيه تقرا عنه اكتر، تعرف معلومات اكتر، ما تكتفيش بالمتابعه لان المشاهد غير المتخصص. لازم اكون عارف القوانين بتاع كره القدم، اقرا اكتر في الانديه، معلومات عنها، اللعيبه، تاريخ اللعيبه، السير الذاتيه، اثقف الرياضه لازم في الشيء. معلومات تراكميه بشكل كبير جدا الشيء. او اي شيء يعني اي تخصص، هشتغل في السياسه، هشتغل في الاقتصاد، لازم اكون على علم بالشيء اللي انا بتكلم فيه غير المشاهد. المشاهد بيتفرج على الكوره اخره يعرف اللعيب ده بيلعب في النادي الاهلي ده النهارده، لكن انا لا، لازم يكون عندي العلم الزياده في الشيء. طب يعني هقول لك على حاجه، ان احنا موجودين ومعانا دكتور محمد، فنعتبر نفسنا في المسابقه دلوقتي. سؤال في الرياضه ما اعرفش. لا مش هسالك. لا خبر رياضي. خبر رياضي على الهواء. خبر بقى رياضي او لو نعتبر نفسنا في مباراه، اختار الفرقتين اللي انت عايزهم، مش صعب عليك. طب ايه رايك نتكلم النهارده عن بروسيا وريال مدريد؟ يلا كنت هقولهم لك والله، بس قلت اسيب لك الاختيار. ماشي، افتح الخبر اكيد النهارده نستقبل النهائي. تمام ماشي. في الكاميرا ابص هنا اهي، الكاميرا بتاعتك اهي، وممكن تبص لنا برده زي ما انت عايز. تمام ماشي. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على جمهور الكرة المصري في كل مكان وجمهور الوطن العربي. النهاردة حدث تاريخي مستنياه العالم كله، حدث هيتفرج عليه ناس كتير حول العالم. ناس كتير بتستنى دوري أبطال أوروبا للقوة التنافسية اللي فيه والقيمة التسويقية للاعبين. ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، ألمانيا ضد أسبانيا، صراع كبير جدا هينتهي فوز دولة من الدولتين، بس في إطار تنافسي وفي إطار شرفي لكرة القدم. مستنيين نشوف النهارده مباراة كبيرة من لعيبة كبيرة. ناس بتقول ريال مدريد فرصها أكبر، وارد، بس كرة القدم ملهاش كبير وممكن بروسيا تعملها في أي وقت، وده اللي هنشوفه النهارده إن شاء الله الساعة 7 مساء. برافو يا أحمد، برافو. كمل معانا البرنامج، كمل معانا اليومين الله يخليك يا أستاذ محمد. برافو. خلي بالك أنت مش محضر حاجة يعني اتفاجئتوني. ما شاء الله عليك. نروح واحدة مرة تانية نتكلم بقى على القصة القصيرة. لو عايزين نعرف منك اكتر الفتره اللي جايه، انت قلتي ان من شويه بتخططي كده اصدار العمل الاول، والعمل الاول ده دايما في حياه اي كاتب واديب بتبقى يعني صعب اختيار القصص، فهل انت عندك مجموعات او كتبتي اكتر من قصه، وعلى اي اساس بتنتقي القصص دي عشان تبقى هي دي شهاده الميلاد او الاصدار الاول لوعد محمد؟ بالفعل في أكتر من 20 قصة قصيرة. جميل. الكتاب الأول إن شاء الله هيكون حوالي 15 قصة. اختيار القصة هيكون من خلال إيه أكتر قصة أنا حباها، إيه أكتر قصة بتعبر عني، يعني اللي حواليك نقاد، ناس متسوقين لفن القصة. لسه حقيقة ما فيش حد قرأ المجموعة، لسه بحاول أشتغل عليها. ولكن في عدة قصص، منها أحدق في الأشياء حتى تراني. في قصة بعنوان توأم أعمى، في عدة قصص مختلفة. العناوين حلوة قوي. ففي مجالات مختلفة وفي قصص مختلفة بتتناول مواضيع جديدة ومواضيع حالية ومعاصرة، وفي نفس الوقت ممكن أي حد يقرأ القصص دي، مش سن معين، مش فئة معينة، مش بستهدف ناس معينة، بالعكس ممكن من الأطفال لحد أكبر سن ممكن حد يقرأ القصة يعني. فده اللي انا حابه، ان انا اوصل لاكبر عدد من الناس، حابه ان في ناس كتير تقرا لكلماتي وان انا اقدر اوصل. يعني نشرتي حاجات مثلا على السوشيال ميديا او على الفيسبوك وشفتي الفيدباك او يعني ردود الافعال؟ بالظبط. اوريدي بكتب. مهم للكاتب الشاب يعمل كده؟ اوريدي بكتب على السوشيال ميديا، على فيسبوك، وعندي المدونه بتاعتي بلوك سبوت بكتب فيها مقالات قصيره وقصص قصيره، وبكتب بالانجلش برضو
بوتري وفي شعر. بتكتبي بالظبط؟ بتكتبي شعر بالانجلش؟ بالظبط، وبكتب برضو قصص قصيره بالانجلش، بكتب اللغتين. فده اللي انا بنشر فيه على البلوك سبوت، وبلاقي تعليقات حقيقيه ايجابيه جدا وما كنتش متوقعاها حقيقي. يعني بيبقى في ناس صغيره جدا تدخل تكتب لي بجد القصه دي اثرت فيا قوي، او حد مثلا كويس وفاهمها كويس. وفكره ان كمان بالزبط. الكتابه على السوشيال ميديا صعب ان انت تجذبي انتباه حد انه يقرا قصه حتى لو قصيره، يعني قصه قصيره برضو دي بتاخد يعني حيز مش بسيطه، فان انت تقدري تجذبي انتباه اصلا الناس، خاصه جمهور السوشيال ميديا جمهور ما عندوش صبر، بيحب الحاجه السريعه. هو في العصر الحالي حتى احنا في عصر الريلز اللي هو الحاجه اللي اقل من دقيقه، احنا عايزين مش بالزبط. مكملين الدقيقه، عايزين نعمل سكرول وعايزين نكمل. صح. فصعب ان احنا فعلا نجذب الانتباه. تحدي كبير قوي يا بعض انك انت تشدي ناس او تشدي جمهور وهو ما عندوش القدرة انه يقرا عدد كبير من الكلام. وده من خلال ان احنا نعبر عنهم، نعبر عن مشاكلهم ونعبر عن اللي هم بيمروا بيه، مش بس نكتب. صحيح. حاجه بتعبر عننا احنا بس، لازم نشاركهم، احنا عايشين في الحياه مع بعض، احنا بنساعد بعض، مش موجودين هنا لوحدنا. كمان اعتقد اختيار اللغه والعنوان، لما الاقي عنوان كده مكتوب توأم اعمى مثلا او سمكه زجاجيه، يعني العنوان نفسه ممكن يشد ويخلينا نكمل قرايه. ما دي موهبه يعني. بالتأكيد. بس بعد خليني أسألك سؤال الانترفيوز عشان نختم بقى. السؤال المعروف في أي انترفيو في أي مقابلة وظيفية، نفسك تعملي إيه خلال 10 سنين؟ نفسك توصلي لإيه؟ أول حاجة نفسي أتخرج إن شاء الله. سنة كام دلوقتي؟ أنا آخر سنة. آخر سنة خلاص إن شاء الله مهندسة قد الدنيا إن شاء الله. نفسي أتخرج ونفسي أعمل كارير كويس في مجالي، أبقى ديزاينر شاطرة، ونفسي يبقى عندي اكتر من مجموعه قصصيه واكتر من روايه، واوصل لاكبر عدد من الناس، وكلماتي توصل لاكبر عدد من الناس. دي اكتر حاجه نفسي اوصلها ان شاء الله. دور عليا انا بقى. مفيش غيرها باذن الله. باذن الله باذن الله. يعني هدفي الاكبر ان اكون افضل مقدم برامج في الشرق الاوسط والوطن العربي باذن الله. ان شاء الله يا رب. باذن الله. طبعا انتوا نورتونا واحنا مبسوطين جدا ان انتوا كنتوا معانا. انا اكتر حقيقي، وانا متاكده ان انت احمد بقى تستضيفنا ان شاء الله. ده زميل قد الدنيا. الله يخليك استاذ محمد. الله يخليك. ووعد اكيد يعني هيبقى لينا لقاءات ثانيه وانت تكوني حققتي اكتر كمان من اللي بتتمنيه. طبعا بنشكر وعد محمد الفائزه في القصه القصيره، واحمد حسن جائزه المراسل. نورتونا. نورتونا. واللمعه اللي في عينيكوا الجميله دي اللي فيها اصرار، ما فيش اجمل من كده في الدنيا. يعني انتوا بتطمنونا انه مصر فعلا ولاده زي ما بيقولوا، مصر قادره انها تقدم مبدعين في كافه المجالات، سواء في الكتابه، في الغنى، في الشعر، في الموسيقى. يعني مسابقه ابداع بتعمل ده كل سنه، وبتقدم اصوات جديده تستحق ان يكون ليها مكان في المشهد المصري مختلف اشكاله.